أشرف ما يطلبه الإنسان، أكبر ما يطلبه الإنسان في حياته كلها هي أن تدرك ما الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان. ثم كذلك بعد الهدي يكون هناك الرضا، ولكن لا يكون هناك إحساس كل إنسان قد رضيت أيضا كذلك. الرضا أولا إحساس ربوبية، إذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورسوله صلى الله عليه وسلم، اعلم أن يقين بأنك قد حصلت على رضا الله سبحانه وتعالى. وإذا حصلت على رضا الله فاعلم أن يقين بأنك سترى وجه الله عز وجل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيكونوا ما لهم مكفوها. رب العزة يقول من تساوي بين المؤمنين وبينهم مكفوها. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. يقول سبحانه: كلوا من رزق ربكم مشكورون بلدة طيبة ورب غفور. وهذا التبتع القوي السليم الذي يجب أن تكون عليه له هو الذي يناسب كرامة الإنسان الذي رفع الله شأنه وقدره وتلك قدره الحلقات ورزق قدر بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من طيبات وأفضلهم على كثير من الناصبين. وكأن القرآن الكريم يشير إلى عقد المقارنة بين التمتع الرخيص الدليل الخبيث والتمتع الكريم الساري حين يخاطب نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم قائلا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهو الذي دعاك لأن تتعلم وهو الذي علمك ما لم تكن تعلم. عليك
يصدق بما في حبيبكم صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين النافع المنتشر. إذن هذا يتمتع بما لا يستحق له شيء تحريم وتكفير. ولكن الإسلام، يدعو الخير، يدعو الأخلاق إلى مبادرة في هذه المتعة.
بالاستماع الى الفحش والبديل والحمام. هناك الاخيار يتمتعون بهذه اللذه في استقامه دائمه واعتدال تام. والرسول الكريم يقول صلى الله عليه وسلم: اذا كنت انت مستمعا فاسمع.
هو لازم يروح الكوبا. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين